رئيس الجمعية الوطنية ونظيره المغربي يؤكدان في بيان مشترك ضرورة تعزيز التعاون بين الغرفتين التشريعيتين. وزير التنمية الحيوانية يشرف على انطلاق الأشغال في مكونة المياه القروية ضمن برنامج دعم الصمود في الحوض الشرقي. انطلاق بعثات تشكيل لجان مشرفة على تسيير المخازن القروية للأمن الغذائي في بلديات ولاية الحوض الشرقي. أهلا بكم إلى التفاصيل. وقع رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب المغربي بمقر الجمعية البيان الختامي لأعمال الزيارة التي أداها الوفد البرلماني المغربي لبلادنا، وأكد البيان على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، كما طالب بتجسيد المنتدى البرلماني الموريتاني المغربي في أقرب الآجال. التي أداها رئيس مجلس النواب المغربي لبلادنا توجت بتوقيع بيان ختامي أكد على تعزيز مختلف أوجه التعاون بين الهيئتين التشريعيتين، انطلاقا من توجيهات قائدي البلدين والمطالبة بتجسيد المنتدى البرلماني الموريتاني المغربي في أقرب الآجال، على أن يشمل ممثلين عن السلطة التنفيذية ورجال الأعمال والخبراء في البلدين. كما نوه البيان بدور فريقي الصداقة الموريتانية المغربية والمغربية الموريتانية في تعزيز العلاقات البرلمانية، وعبر الطرفان عن تعلقهما باتحاد المغرب العربي لكونه خيارا استراتيجيا ومكسبا هاما لا رجعة فيه. رئيس الجمعية الوطنية في كلمة له بالمناسبة قال إنه سيتم العمل على تجسيد مخرجات اللقاءات على أرض الواقع. انتهز الفرصة أولا لأشكركم ومن خلالكم الطاقم نواب معكم جزاهم الله خيرا، وكانت بداية جيدة، تعارف وتبادل الآراء، وبإذن الله سنجسد هذا البرنامج وهذه الأفكار وهذه خاصة المباحثات التي كان من أساسها هو المنتدى. سنعمل بإذن الله إن شاء الله من أجل نطبق على الأرض إن شاء الله هذه الفكرة، وبالتعاون طبعا مع الحكومة ومع رجال الأعمال كما قلتم، وهذا طبعا من أجل توطيد وتقوية هذه العلاقة التاريخية التي تربط بين شعبين، ومن أجل أيضا تطبيق السياسة العامة استراتيجية العامة للقادة فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني وجلالة الملك محمد السادس. بدوره رئيس مجلس النواب المغربي أعرب عن شكره لفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية والحكومة والنواب، مؤكدا ضرورة التعاون والشراكة بين البلدين. أعتقد بخلاصة أن الله سبحانه وتعالى والطبيعة فرضت على هذه المنطقة أن تشتغل بهذا المنطق في القرون السابقة، احنا غير غادي نرجعوا عقرب الساعة إلى مكانه باش نعود نسترجعوا ذاك التاريخ المجيد ديال هذه المنطقة. العلاقات الوطيدة بين الشمال والجنوب، يعني المغرب، المملكة المغربية والجمهورية الموريتانية الإسلامية الشقيقة، ونعود نحيوا ذاك القوافل التجارية، التكامل الاقتصادي. سيد رئيس، لا أختلف معكم بتاتا ولا الإخوان على أن العالم اليوم يتحرك بسرعة جديدة كبيرة جدا بوتيرة مرتفعة، عالم جديد يتشكل، المعالم ديالو غير واضحة. نريد أن نكون مؤثرين في العالم الجديد، ليس تابعين فقط، يكون لنا صوت، كلمة، حضور، وهذا الحضور لا يمكن أن نحصل عليه بمعزل عن باقي الدول الجوار. لا بد أن نكون أن نكون جزءا واحدا لنكون حاضرين في هذا التكتل العالمي الجديد. هذا وقد شملت أعمال الزيارة التي دامت عدة أيام لقاءات مع البرلمانيين وعدد من أعضاء الحكومة.
إلى ولاية الحوض الشرقي، حيث أشرف وزير التنمية الحيوانية رفقة مفوضة الأمن الغذائي على إطلاق الأشغال في المكونات الخاصة ببرنامج دعم صمود السكان في الحوض الشرقي، وتشمل هذه المكونات المياه القروية والأمن الغذائي والتنمية الحيوانية. التابعة لبلدية بيريبوفا، حيث أشرف وزير التنمية الحيوانية على إطلاق المكونة الخاصة بالقطاع والمندرجة ضمن البرنامج الخاص لدعم صمود السكان في الحوض الشرقي. 30 محطة رعوية مجهزة إضافة إلى إعداد 50 بئرا رعويا و40 حظيرة للتلقيح هي جزء من التدخلات في الشق المتعلق بالتنمية الحيوانية سيستفيد منها الساكنة لتساهم في تخفيف تداعيات ضعف الأمطار خلال الموسم الماضي وتوزيع الضغط لصالح مناطق الانتجاع. في إطار البرنامج الخاص بولاية الحوض الشرقي توجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية من أجل مواجهة السنة الاستثنائية في ولاية الحوض الشرقي، نشرف على انطلاق المكونة المخصصة للمياه الرعوية. ابتداء النقطة الأولى هي منطقة الركنة تابعة لبلدية بيريبوفا مقاطعة النعمة، يعتبر هذا البدء الإشراف على البدء الفعلي هو لانطلاق المشروع من هذه المنطقة التي تعتبر رعوية بامتياز. وهذا البرنامج مهم متوجه للمنمين بصفة عامة ويستهدف المناطق الرعوية اللي هتوفر على المياه، والبرنامج يستهدف إنشاء 30 محطة رعوية في ولاية الحوض الشرقي تتكون من حفر بئر ارتوازية مع تجهيزها وأحواض لسقاية الحيوانات مع خزان مائي بسعة 20 متر مكعب. أريد أن ننبه أيضا إلى أن هذا البرنامج هو برنامج إضافي بالنسبة للبرامج أصلا المعدة في خطة عمل القطاع المعدة لسنة 2024، هو برنامج خاص استثنائي يوليه فخامة رئيس الجمهورية عينيها خاصة. وفي قرية أمات العكاريش أشرف الوزير رفقة مفوضة الأمن الغذائي على إطلاق الأشغال في المكونة المتعلقة بقطاع المياه ضمن البرنامج. بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، سيتم إنجاز برنامج خاص بدعم صمود المجموعات القروية في ولاية الحوض الشرقي، والذي تشرفون اليوم على إطلاق الأشغال في مكونة المياه منه. سينفذ هذا البرنامج خلال 3 سنوات، وسيتم خلال هذه السنة إنجاز المنشآت التالية من مكونة المياه لصالح 71,000 نسمة وبتكلفة تصل إلى 1,900,000,000 أوقية قديمة. هذه المكونة تتكون من إنجاز وتجهيز 30 نقطة مائية بمحطات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، تجهيز 19 حفرا بمحطات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، إعادة تأهيل 21 شبكة مائية، إنجاز 10 شبكات مائية جديدة. بإشراف من مديرية المياه وبتنفيذ من المكتب الوطني لتسيير الماء في الوسط الريفي والمركز الوطني للمصادر المائية والشركة الوطنية للحفر والآبار، سيستفيد ساكنة الولاية من حزمة من التدخلات من بينها استحداث وإعادة تأهيل 31 شبكة مائية. البرنامج الذي يشمل 6 قطاعات حيوية وبسقف زمني محدد ب6 أشهر يعقد عليه المواطنون آمالا كبيرة ليساهم في الدفع بعجلة التنمية على مستوى الولاية من خلال دعم وسائل الإنتاج ودعم الأمن الغذائي والصحة والتعليم. عدنان إسماعيل لقناة الموريتانية مقاطعة النعم. وفي سياق متصل، أعطت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري رفقة والي الحوض الشرقي السلم والسدي في مدينة النعمة إشارة انطلاقة عمل البعثات المشرفة على تسيير المخازن القروية، وذلك في إطار مكونة المفوضية المندرجة ضمن البرنامج الخاص لدعم صمود السكان في الحوض الشرقي. وستشرف البعثات التي ستزور جميع بلديات الولاية على تشكيل اللجان المشرفة على تسيير المخازن القروية، والتي ستشرف على تسيير 750 بنكا للحبوب، سيتم تزويدها ب5,000 طن من القمح بسعر مدعوم من المفوضية. مفوضية
روضة الأمن الغذائي أوصل البعثات بضرورة الشفافية في تشكيل اللجان والتنسيق مع السلطات الإدارية والمنتخب. جينا هون من أجل إطلاق مكونة الأمن الغذائي المتعلقة ببرنامج التدخل الاستعجالي اللي وجهه فخامة رئيس الجمهورية لولاية الحوض الشرقي، ميزانية تصل إلى 10 مليار أوقية قديمة، ومكونة مفوضية الأمن الغذائي هي مكونة من بين المكونات اللي جينا اليوم إياك نشاور مع السلطات المحلية ومع المنتخبون حول طريقة تنفيذ هذه المكونة اللي ده هو اللي يتألف من تدخلين، واحد تموين بنوك الحبوب بمادة القمح بسعر تفضيلي بسعر مخفض، والمكون الآخر هو الغذاء مقابل العمل من أجل تعدال برامج تنموية ذات بعد تنموي باقية في الولاية هون. إذن فيها 10 فرق ستتوزع على مختلف المناطق مع السادة الحكام مع المنتخبون من أجل تنفيذ هذه المكونة اللي اليوم كانوا يتداولوا حولها وتوافقوا مع المنتخبون على توزيع هذه الكميات على حسب المناطق وبالطريقة اللي يالتها تنباع بها مادة القمح بسعر مخفض. وإن شاء الله المكون الآخر اللي هو الغذاء مقابل العمل سينطلق قريبا، وإحنا على أتم الجاهزية وعلى بركة الله إن شاء الله تنطلق هذه الفرق إن شاء الله. إلى ولاية الدرازة، حيث أشرفت الإدارة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة على افتتاح رابطة للأطفال في بلدية بلل التابعة لمقاطعة كرمسين. وتتكون هذه الروضة التي تدخل في إطار سياسة قطاع العمل الاجتماعي الهادفة إلى تعميم التعليم قبل المدرسي من قسم وقاعة للرسم والألعاب وفضاء خارجي للترفيه. مسايرة للسياسة اللامركزية التي تبناها رئيس الجمهورية لإشراك سكان البلديات الريفية في الخدمات العمومية التي ظلت إلى الأمس القريب حكرا على المدينة، قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في ولاية الترارزة يفتتح في قرية بلل روضة للأطفال هي الأولى من نوعها في هذه البلدية. قمنا اليوم بزيارة الروضة في بلل اللي أساسية ومهمة وتدخل في استراتيجية وزارة العمل الاجتماعي في مجال الطفولة، وله نقولوا عن هنا على مستوى ولاية ترارزة في 35 روضة خصوصية داخل في إطار اتفاقية الوزارة مع رياض الأطفال خصوصية على مستوى ولاية ترارزة. ولا نقول عن هذه المبادرة اللي قاموا بها نساء القرية هون نساء قرية بلل عن مهمة وأساسية، خصوصا عنها لا يتعود عون للنساء العاملات في التعاونيات اللي لا يساعدهم على انهم يساعدوهم في تربية الأطفال وحضانتهم وتهيئتهم ولوج التعليم الأساسي. روضة أطفال قرية بلل هي وليدة فكرة تولدت لدى نساء تعاونيات القرية نظرا لحاجة هؤلاء الأشبال إلى رعاية وحضانة، خاصة في أوقات انشغال الأمهات بشؤون تعاونياتهن وهم البيوت. والله الروضة سنتين فيها سنوات تقريبا قريب من قرابة شهر من جهود نساء قرية بلل، وعدلناها بجهودنا الخاصة بين اللي شايفين فيها أمر كبير وفيها ياسر لا يعود من اللي فادر تركز قارك لا يعود تمهيد لهم ما إن شاء الله اللي ابتدائية ويعود إن شاء الله فاتحة خير لهم. والنساء ما هم باخلين على مستوانا، نحن ما لنا باخلين وإن شاء الله طالبينهم إن شاء الله طالبين من الدولة أنها تعطينا العون. ما زالوا خاصينها الألعاب، ما زالوا خاصينها شويات كتب، ياسر مش يعاون التلاميذ هي لا مرحلة يمكنها بدأت، ونحن من قدنا إن شاء الله الدون حاولوا عنا نركزوا على العيال وعلى تربيتهم وعلى توجيههم ياك يعودوا على الخطى الصحيحة اللي هذا هو اللي الجيل إن شاء الله واللي راجل ما عندنا أن يعود هو اللي مستقبل وحد دير المستقبل يصلح جيله يبدأ به مظهرك. مسؤول عن الروضة ويوميا يجوني 25 تلميذي، يجوني نافير 9 إلى الميجي ننقزهم، نهار عندهم القراءة نهار عندهم أحرف علمهم، ونهار عندهم هندسة ويرسموا الحمد لله. بوسائل متواضعة ومقتنيات وألعاب ما تزال محدودة، تحاول مماه من تحمك أن تعمل متطوعة في أوقات الدوام على إبراز أهمية التعليم ما قبل المدرسي في تهيئة الطفل للانتقال بسلاسة إلى المدرسة. مختار باب الأحمد، قناة الموريتانية، قرية بلل.
في ولاية درس الزمون نظمت الإدارة الجهوية العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بمدينة زوارت يوما تحسيسيا بالتعاون مع رابطة أمهات أطفال التوحد بهدف تطوير آلية تواصل الرابطة مع مركز التكوين والترقية الاجتماعية لأطفال ذوي الإعاقة من أجل تأهيل الأطفال المصابين بالتوحد. بهدف تطوير أداء أمهات أطفال التوحد حتى يتمكن من الإسهام بشكل فعال في رحلة العلاج الطويلة، نظم في مدينة زويرات يوم تحسيسي حول دور مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة في تأهيل أطفال التوحد بالتعاون مع جمعية رابطة أمهات أطفال التوحد. نشرف اليوم على افتتاح أعمال اليوم التحسيسي لأمهات أطفال التوحد المنظم من طرف رابطة أمهات أطفال التوحد بالتعاون مع مركز التكوين والترقية الاجتماعية تحت عنوان دور مركز التكوين والترقية الاجتماعية لأطفال ذوي الإعاقة لتأهيل أطفال التوحد. المركز الذي تم افتتاحه قبل 4 سنوات مكن من تأهيل الأطفال المصابين بالتوحد وأمهاتهم بغية معرفة حيثيات المرض وكيفية التعامل معه. تم فتح مركز التكوين والترقية الاجتماعية لأطفال ذوي الإعاقة 2021 من قبل السيدة الأولى مريم فاضل الداه، وكان المركز حلم لكل أم تريد المساعدة في تأهيل أطفالها، وقد ساعد المركز في تأهيل الأطفال منذ نشأته وساعد الأمهات على تأهيل الأطفال وتكوينهم. تثقيف الأمهات سيكون له أثر كبير في علاج أطفالهن المصابين بالتوحد عبر تطوير آلية التواصل بينهن والمركز للاستفادة من الخبرات المتوفرة. في هذا اليوم التحسيسي المنظم من طرف رابطة أمهات أطفال التوحد ومركز التكوين والترقية الاجتماعية لأطفال ذوي الإعاقة، والذي نخصصه بإذن الله لتثقيف أمهات أطفال التوحد حول أهمية التواصل الإيجابي مع المركز للإطلاع الدائم على حالة الطفل ونقل تجربة المركز داخل كل بيت. اهتمام كبير توليه السلطات العمومية لمرضى التوحد من الأطفال عبر توفير كافة الاحتياجات والتكوينات اللازمة لإنشاء مراكز يمكن من خلالها علاج هذه الحالة المرضية بشكل علمي وطبي يضمن الاندماج الاجتماعي السليم لهؤلاء الأطفال. تالي الصادق، قناة الموريتانية، مدينة زويرات. ختام النشرة إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمعية الوطنية ونظيره المغربي يؤكدان في بيان مشترك ضرورة تعزيز التعاون بين الغرفتين التشريعيتين. وزير التنمية الحيوانية يشرف على انطلاق الأشغال في مكونة المياه القروية ضمن برنامج دعم الصمود في الحوض الشرقي. انطلاق بعثات تشكيل لجان مشرفة على تسهيل مخازن قروية للأمن الغذائي في بلديات ولاية الحوض الشرقي. طابت أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.